خلونا نكمل احتفالنا برجال الطائرة مع النجم الأسطوري عبد الله عبد السلام وزميلتنا هنا أبو القاسم وأيضا كابتن حسام يوسف. من جديد برحب بيك وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومعي بقى في هذه اللحظات المايسترو عبد الله عبد السلام. في البدايه طبعا ببارك لحضرتك الف مليون مبروك الفوز برباعيه، موسم استثنائي، ويمكن انا كنت عملت لقاء مع حضرتك في اول السيزون ووعدت جماهير النادي الاهلي بتحقيق الرباعيه، وقد كان بنحتفل اليوم بالعلامه الكامله في موسم استثنائي في النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، ببارك لك وبارك لجماهير النادي الاهلي وبسلم على الكابتن اسلام وبارك له. الحمد لله رب العالمين، موسم صعب جدا زي ما عملت لقاء معاكي من اول الموسم، في اخفاق سنتين دوري وكاس مش موجودين في النادي الاهلي، وده مش من الطبيعي على فريق كره الطايره. الحمد لله رب العالمين، كلنا كنا على قلب رجل واحد، استعدينا ركزنا، كلنا كنا مركزين من الاول ان احنا نحقق التارجت بتاعنا الاربعه، وده كان في بطوله عربيه كنا ربنا كرمنا بيها الحمد لله، بس اللهم لك الحمد وشكرا. يعني رباعيه استثنائيه بقى لها كتير ما اتحققتش، الحمد لله رب العالمين. يعني ببارك للعيبه الرجاله، ببارك لمجلس اداره، ببارك لجمهور النادي الاهلي اللي كان معانا في بطوله افريقيه وشارك فرحتنا، بقول لهم يعني دوت حبيبي حسام، مبروك يا حسام، ربنا يخليك يا رب. ببارك لحسام طبعا، يعني عامل مجهود جامد الموسم دوت، ربنا يبارك له، كان عنده اصابه جامده اول موسم كان في المنتخب بفتره الصيف اللي فاتت، الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا كرمه عامل موسم استثنائي، ببارك له ليه وربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. حبيبي حسام ربنا يبارك. احلى اثنين في مصر. اكيد بنشكركم، عايزين نعرف ايه السر ورا هذا الموسم الاستثنائي. والله السر ان احنا بدانا ان احنا يبقى فيه ثقه في ان احنا نقدر نكسب الحمد لله بعد خساره السنتين اللي فاتوا. اشتغلنا على نفسنا كويس قوي، تعبنا من اول السنه طبعا، فرناندو من اول السنه تمرين صبح وليل، الفرقه تعبت، المجهود باين، يعني الناس في لحد اخر يوم بتطلع اقصى حاجه عندها. الحمد لله ان النوايا صافيه زي ما عبد الله كان بيقول، الحمد لله عبد الله يلعب كلنا وراه، حسام يلعب، صلاح، كلنا الناس كلها رجاله الحمد لله، اللي بره زي اللي جوه الحمد لله، عشان كده ده باين في الملعب. الحمد لله ربنا كرمنا بالاربع بطولات الحمد لله. عايزين بقى في النهايه رساله لجماهير النادي الاهلي اللي اكيد سعداء جدا بيكم واكيد بيشكروكم، فعايزين رساله ليهم. بقول لهم الف الف مليون مبروك، الحمد لله رب العالمين، قدرنا نستعيدكم السنه دي، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن واحسن ان شاء الله، ودي يعني حاجه من صالحكم بيها ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله يبقى في نجاح مستمر ان شاء الله لكل لاعب في النادي الاهلي ان شاء الله. بحب ابارك للجمهور كله طبعا، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي دايما ورانا واحنا بنخسر كان دايما في ظهرنا على الحلوه والمره معاه طبعا، افريقيا كانوا واقفين معانا، كانوا مالين الصاله الحمد لله. الحمد لله احنا السنه دي بنقدر نقول لهم احنا فريق النادي الاهلي رجعت تاني، فريق الكره الطايره في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اللي جاي كله بتاعها باذن الله، وخليكم في ظهرنا واحنا مستنيينكم في كل البطولات. احنا اللي بنشكركم جدا، والف مليون مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، ربنا يخليكم. يعني طبعا دي كانت لقاءاتي مع نجوم الفريق الاول للكره الطاريه عقب الفوز بكاس مصر، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.